لأول مرة في مصر وبمشاركة 26 جامعة مصرية. افتتح امبارح من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع، واللي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة. وزير التعليم العالي قال قبل انطلاق الرالي إن المكون المصري في السيارات اللي شاركت في السباق لا يقل عن 65%، وإن ده بيجي في إطار توجه الدولة والحكومة وتكليفات السيد الرئيس للتوجه لتصنيع السيارات. رالي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من طلبة الجامعات.